شطر من حركة الحياة في مكة المكرمة. وما زال في شهر شعبان بقية تفصل بين المكيين وشهرهم الفضيل، شهر رمضان المبارك. لابد من توفير متطلبات هذا الشهر قبل أن تزدحم الأسواق. كل شيء هنا يتهيأ لاستقبال رمضان، وأغلب المظاهر في هذه الفترة تغلب عليه ثقافة العادات والتقاليد الاجتماعية. الشعبنة قصة مصطلح اجتماعي وعادة قديمة لها دلالاتها عند بعض أهل مكة. تجمع سنوي في شهر شعبان، كان يعقد في أحد شعاب مكة قديما، أما اليوم ففي إحدى استراحاتها. وبين مكان إقامة الشعبنة وزمانها يدور أكثر من رأي حول سبب التسمية، فقيل إن الشعبنة نسبة إلى شهر شعبان، وقيل إنها نسبة إلى شعاب مكة التي تقام فيها. أما الغاية التي أضيئت من أجلها العقود وأقبلت الجموع من الحارات فهي تصفية النفوس وتنقية الأجواء الاجتماعية وزيادة الارتباط بين أهل الحارة قبل دخول شهر رمضان الفضيل. هذا الملتقى الشعبي المكي للموروث الشعبي للعام التاسع على التوالي نقيمه. نحن نعيش في مجتمع قائم على التكافل الاجتماعي الذي يحث عليه ديننا الإسلام الحنيف، وتدعو إليه قيادتنا الرشيدة أن نكون دائما متكاتفين متعاضدين مع بعض. هذا الملتقى أولا يتجمع فيه أهالي الحي وأهالي منطقة مكة المكرمة بكافة شرائح المجتمع للالتقاء والتصافي النفوس قبل دخول شهر رمضان المبارك. هذه عادات قديمة، عادات مكية قديمة، كانت تسمى في السابق الشعبنة. يطلعوا أهالي مكة خارج مكة المكرمة في الشعاب، ابتهاج وفرحة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ويخرجون ليتساموا ويتسامحوا مع بعضهم البعض قبل دخول شهر رمضان المبارك. وتقدم فيه المأكولات بكافة أنواع المأكولات الشعبية. نحن طورنا الشعبنة، عملناها ملتقى بيلتقوا كافة أطياف وشرائح المجتمع في منطقة مكة المكرمة. تحشد كل المشاعر بين زوار أكثرهم من كبار السن. والشعبنة هي العادة القديمة التي أتاحت فرصة الالتقاء في مجالس قديمة تعود معها ذكريات السنين الخوالي. هذا الاحتفال مبارك وشبيه بأيام زمان. الأشياء اللي موجودة هذه حقت أيام زمان بالضبط. الأشياء القديمة تذكر الناس والشباب بالأيام الحلوة حقت أيام زمان.
أيام الناس كانت طيبة ودحين طيبين برضهم. أيام زمان كانوا في البيت ما يشتروا العيش من السوق، يخمروا الخمير في البيت وخلوا حنانة الولد الصغير وحطوا اللوح عند الباب، إذا ما في أحد من البزور الأولاد يحطوا الفلوس فوق، أي واحد مارف يشيل اللوح ودي الفرن يقول هذا حق جميل غفوري اللوح هذا، يروح يسووه بعد ما يخبزوه يجي واحد ثاني يرجعه، واهل البيت قاعدين ولا يكلمون شيء. اهل مكه كانوا ناس اهل كرامه واهل قوه واهل اخوه. ترابط، في ترابط كثير، يعني في ناس بتشوفها من السنه للسنه تقريبا زي المكان هذا يجتمعوا فيه، وكانت زي ما تخبر مكه كانت صغيره ما كانت بالهذا، وحواريها تمر برجولك في يوم في ساعات مو زي الان. والحقيقة جزاه الله خير الشيخ محمود بيطار جمع الأمة هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبلغنا رمضان في خير ولطف وعافية، ويبلغنا الصيام والقيام. على طعم الشاي وماء زمزم البارد تبدو الشعبنة أشبه بالسوق الشعبي الكبير. بالنسبة للشعبنة بتلم عالم لا لها أول ولا آخر، وطبعا عالم ما بتشوفها بالسنة، ولكن الشعبنة بالنسبة لنا زي ما تقول عوائدنا وتقاليدنا، ولنا سنين ودنين ما نتقابل ونتقابل في الشعبنة هذه، فالشعبنة هذه بالنسبة لنا يعني حاجة كبيرة بالنسبة لأهالي مكة. تقدم في ملتقى الشعبنة أنواع من الأكلات الشعبية المشهورة في مكة المكرمة. لكن الولائم جزء من عناصر الفرح والابتهاج. كباب الميرو، المقادم، اللنقطة، المنتو، اليغمش، الكبدة الجملي، عندنا مثلا يقول لك تشويحتين زي الكبدة الجملي كده، يعني قوام هي مستوية، ولا سيما إذا كان حاشي صغير. الله يحييكم، كل عام وانتم طيبين. طيب الله يسلمك. وانتم طيبين، وهذا رمضان ان شاء الله علينا عليكم بالصحة والسلامة. ما شاء الله، كل عام وانتم طيبين. الكباب هذا. وهذه شعبيتنا هنا. من الأكلات الشعبية زمان. حياكم الله. تقدم الشعبنة لزوارها معايشة مجموعة من العادات والتقاليد يختلط فيها البعد الاجتماعي بالبعد الترفيهي. عملنا الحارة المكية، كل سنة بنقيم الحارة المكية، تقدم المأكولات الشعبية بكافة أنواعها، تقدم المهن والحرف التي اشتهرت بها منطقة مكة المكرمة واشتهروا بها أهالي مكة المكرمة على وجه الخصوص. زي ما أنت شايف التجمع هذا والملتقى الكبير هذا، شبابا وشيوخا اطفالا ورجالا كلهم اتوا ليلتقوا مع بعض في هذا الملتقى التي بعدت عنهم المسافات وبعدت عنهم توسع العمران الكبير الذي تشهده كافه مدن المملكه ومكه المكرمه بالذات، التي هي في هاجس ووجدان مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذه التجمع الكبير ونرى الابتسامة على ثغرين ما هو إلا ابتسامة فرح، ابتسامة سرور، الكل زي ما تشوفوا يتصافح مع بعض، الكل يتكلم مع بعض، الكل يتحدث مع بعض، الكل فرحان ومبتهج بهذا اللقاء وبهذا الملتقى للموروث الشعبي. والليل موعد سهرات السمر تقام على شرف الشعبنة مع ما يصاحبها من الألوان الشعبية. والله كذا احنا بنحس في وسط رمضان، احنا كذا يعني الشعبنة بالنسبة لنا بفرحتنا برمضان،
والله يعز المملكة ويعز ملكنا الملك عبد الله طول في عمره. بصراحة احنا في أمن وأمان، والله يكرمنا ويكرمه إن شاء الله بإذن الله. سمو المشاعر في رمضان سمة يعيشها المسلمون في كل مكان. لكن في مكة المكرمة تتعانق مشاعر الصائمين في رمضان بالمشاعر المقدسة. وتتسع مساحات الحياة الإيمانية في هذا الشهر الفضيل. يقبل الزوار والمعتمرون على رؤية أماكن الحج، يتعرفون على أسماء تهتز لها وجدانات المسلمين في كل مكان. يصافحونها بقلوبهم المؤمنة. وفي تأمل مشعر عرفات ما يزيد ارتباط المسلم بالله وحده دون سواه. وبين هؤلاء أفئدة تمهد لرؤية هذه الأماكن في موسم الحج القادم. والله تعتبر أول زيارة لي، أتينا من اليمن لأجل العمرة والأول مرة عمرة أيضا، الحق ما حجينا والأول مرة نزور الأماكن المقدسة هذه، فتحبينا نتعرف على الأماكن المقدسة زي مزدلفة، منى، جبل عرفات، يعني على إن شاء الله تمهيدية على أساس إن شاء الله إذا أبو عمر العام القادم والذي يليه نلحق إن شاء الله. بدينا عمرة وقانا زيارة لهذه المنطقة، يعني تردد فوت الناس على هذا المكان، ما هوش إلا نفر واحد ولا هذا مجموعة ناس كثير بترددوا على هذا المكان. ضروري تعرف واحد عليه سواء في عمره او مستقبلا في الحج يكون عارف هذا المكان. الرسول عليه الصلاه والسلام جاء لهذا المكان، كيف ما يذكرنيش يعني بايام بدايه الدين والى الان وتردد الناس الى هذا الموقع. مساءات رمضانيه على جبل الرحمه، ولحظات تتجول فيها الأبصار على صعيد عرفات الطاهر، تستحضر القلوب رحلة الركن الخامس من أركان الإسلام، وترصد كاميرات الزوار تفاصيل المكان ولحظات من الذكريات المشبعة بالخشوع والروحانية. والله أنا جاي من مكة، عندنا ضيوف جايين من الأردن ومن فلسطين وجايين نعرفهم على عرفات وعلى المكان المقدس حتى يكونوا على فكرة وعلى دراية. يبقى يعني بالذات في رمضان يعني اللي بيجي لأول مرة أولا يستغرب وبتفاجئ إنه عرفات بهذه المساحة وبهذا الجمال وبهذا الشجر الأخضر، بفكروا عرفات جبل، بس يوم يجوا يشوفوه مثلا أرض سهلة وفيها خضرة وفيها هذا شايف، فبتلاقي انطباع جيد عندهم، يعني هذا الحكي يعكس. ويرحل يوم من رمضان تودع شمسه وجه البقاع الطاهرة، وتودعه قلوب تفيض بمحبته، ويزداد تعلقها بما تبقى من هذا الشهر، فهو سيد الشهور وفي أم القرى، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.